مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في لقاء يومي متجدد على شاشه النيل للاخبار وحلقه جديده وقراءه في مشهد جديد. في اول زياره خارجيه له منذ ازمه كورونا، قام وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو بزياره لاسرائيل استغرقت يوما واحدا، اجرى خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين على راسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائبه أيضا بني جانس ووزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. تطرقت المحادثات لعدد من الموضوعات، تردد في الأوساط السياسية أن هذه الموضوعات تركزت في أربعة. الموضوع الأول يتعلق باعتزام إسرائيل ضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها في مطلع يوليو القادم. الموضوع الثاني يتعلق بإيران. الثالث يتعلق بالتقارب الصيني الإسرائيلي. والموضوع الرابع يتعرض لقضية كورونا وتبادل المعلومات والخبرات في إطار احتواء هذا الوباء. حول هذا الموضوع وأهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت ودلالة هذه الزيارة تدور حلقة اليوم من المشهد، ويسعدنا أن ينضم إلينا فيها الأستاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. برحب بحضرتك أستاذ. أهلا وسهلا بك أهلا بكم مشاهدينا. أستاذ خالد، اسمح لنا نبدأ بمتابعة هذا التقرير والمزيد من التفاصيل عن زيارة بومبيو لإسرائيل، ثم نعاود اللقاء مع أستاذ خالد العيسوي. ابقوا معنا. قبل يوم واحد من أداء حكومة الوحدة الإسرائيلية اليمين الدستورية أمام الكنيست الإسرائيلي، أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات شاملة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني جانتس الذي تحول إلى حليف في الائتلاف الحكومي الجديد، ذلك خلال زيارته إلى تل أبيب. خلال الزيارة حث بومبيو قادة إسرائيل على الأخذ في الاعتبار جميع العناصر المتعلقة بالضم الفعلي المقترح للضفة الغربية المحتلة حتى تتسق مع خطة واشنطن للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يوليو مناقشة بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وعلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية بالضفة الغربية والتي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو عام 67، التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل. ومع تأييد الولايات المتحدة لكل الخطوات الإسرائيلية، أكد بومبيو أن ضم الضفة الغربية قرار إسرائيلي من حق نتنياهو وجانتس اتخاذه، لكن مع الأخذ في الاعتبار كيفية التعامل مع كل الأطراف المعنية وكيفية التأكد من أن تلك الخطوة اتخذت بشكل مناسب لتحقيق نتيجة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط. وتتضمن خطة ترامب إقامة دولة فلسطينية تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة وتتألف من مساحات من الأراضي من الضفة الغربية إضافة إلى أجزاء من قطاع غزة المطل على ساحل البحر المتوسط ومساحتين من الأراضي في صحراء النقب جنوب إسرائيل. من جهة أخرى، يسعى الفلسطينيون لحشد الدول الأوروبية لمعارضة أي محاولة إسرائيلية لضم أراضي أخرى، فيما حذرت الدول العربية إسرائيل من الإقدام على عملية ضم الأراضي الفلسطينية إليها. وبالرغم من رفض الفلسطينيين لخطة ترامب والتي تسلب منهم أرضهم وحقهم في الحياة، إلا أن إسرائيل على ما يبدو ماضية وبسرعة في اتجاه واحد، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق والاتفاقية الدولية. مشاهدينا الكرام، أجدد لكم التحية وأجدد التحية أيضا بضيفي في هذه الحلقة من المشهد الأستاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أجدد لحضرتك التحية. أستاذ خالد، يعني بداية، دلالة أن تكون أول زيارة خارجية لوزير الخارجية الأمريكي لدولة إسرائيل، وأيضا دلالة التوقيت لهذه الزيارة، أهمية الزيارة في هذا الوقت.
هو طبعا اكيد في اهميه للغايه، لانه مش هيغامر مسؤول امريكي بان هو يخرج في هذه الظروف ويجري مباحثات خارج الحدود الامريكيه وفي منطقه الشرق الاوسط. يعني يمكن امريكا في هدف بعيد عن الملفات اللي تم طرحها في محاور هذه الزياره، ربما امريكا تسعى اليه، وبالتالي ادى الى خروج بيو في هذه الظروف الدوليه المغلقه. يعني بتتكلمي في كل العالم في زيارات، زيارات لا حتى رسميه او غير رسميه، او حتى الطيران العادي متوقف، وبالتالي ان يكون في هدف للخروج في هذا التوقيت والذهاب الى اسرائيل واجراء مباحثات قبل يعني ساعات من التاكيد عن الوصول الى الكونجرس لنيل الثقه للحكومه بنيامين نتنياهو، اذا في كانت نقطة معينة ربما لا يعني لا تظهر للعالم في هذه اللحظة ولا تظهر للإعلام في هذه اللحظة، لكن ربما على المدى البعيد بتظهر. لكن خلينا نقول إيه هي النقطة المحورية اللي ممكن تكون هي السبب الرئيسي في هذه الزيارة. أنا في اعتقادي إن هو شأن داخلي إسرائيلي في المقام الأول، ليس لا أمريكا لا إيران ولا الصين ولا أزمة كورونا ولا كل ولا ضم أراضي لا يعني أمريكا. يعني أمريكا ما لو عايزة تحذر إسرائيل هتتصل بيها تبعت لها بيان. هو يعني ما تم يعني التباحث بشأنه، ألم يكن ممكنا أن يتم عبر الفيديو كونفرنس مثلا أو عن طريق الاتصال أو حتى من غير؟ أصل هو في النهاية مش هيؤدي النتائج المباحثات اللي حصلت دي مش هتؤدي. النتيجة الوحيدة اللي ظهرت بعد هذه المباحثات هو ذهاب بنيامين نتنياهو بحكومته إلى الكونجرس. يبدو انه كانت هناك ازمه سياسيه داخل اسرائيل بشان الاتفاق على اسماء الوزراء السياديه، سواء وزاره الخارجيه او وزاره الدفاع او وزاره الداخليه في الجانب الاسرائيلي، وكانت محتاجه الامور زي كده ايه تقارب وجهات النظر، وما فيش حد يقدر يعمل هذا الامر في تقارب وجهات النظر بين الاطراف الاسرائيليه الا امريكا، باعتبار انه تربطها علاقات جيدة بالأطراف كلها داخل إسرائيل السياسية، وأيضا تستطيع أن هي تفرض وجهات نظرها وتقبل فرض وجهات النظر من جانب إسرائيل في شكل متبادل لفرض وجهات النظر ما بين الدولتين، بحكم أنه معروف جدا أنه إسرائيل ما هي إلا ولاية من ولايات أمريكا، وأمريكا ما هي إلا جزء من إسرائيل بشكل أو بآخر في المسميات اللي احنا بنقولها إعلاميا وصحفيا. لكن أنا أعتقد أنه كانت هناك أزمة داخلية وكانت تحتاج إلى توافق وتحتاج إلى ضغط أمريكي من خلال وزير الخارجية الأمريكي. أما فكرة الحديث عن ضم الأراضي الفلسطينية، أمريكا لا تستطيع أن هي تمنع إسرائيل من هذا القرار. دليل إحنا على تاريخنا الطويل كله مع ضم الأراضي واحتلال الأراضي الفلسطينية من جانب إسرائيل والإعلان عن المستوطنات بين حين والآخر لم تكن قرار أمريكي. ويمكن في تصريحات مومبيو من خلال الوكالات والصحف وحتى قبل ما يقوم بالزيارة بساعات بشأن أنه أنت هتتكلم في موضوع الأراضي أو ضم الأراضي، فكانت الإجابة بتاعته بشكل أو بآخر أنه ده شأن داخلي إسرائيلي. يعني إحنا ولكن اسمح لي أستاذ خالد، يعني في ما تم الإعلان عنه بعد المحادثات بين بومبيو ونتنياهو فيما يتعلق بقضية ضم أراضي في الضفة الغربية، قال إن هذه الخطوة يجب أن تتم طبقا لخطط السلام الأمريكية. يعني أن يتم هذا الضم وفق ما تم الإعلان عنه في خطط السلام. يعني مفيش اعتراض في المقام الأول، يعني خلينا نتكلم في إنه مفيش اعتراض. المبدأ لا خلاف عليه بين البلدين. لكن هو بيقول له إيه؟ إحنا كده كده من خلال صفقة ما سمي أطلقت عليها صفقة القرن في الإعلام الغربي والعربي، إنه إحنا بوضعين جدول زمني لعملية السلام، ومقابلها يكون في ترك للأراضي اللي تم احتلالها بشكل أو بآخر من خلال المستوطنات في عدد من المناطق الفلسطينية، وأيضا ترك مناطق فلسطينية للضم لجانب إسرائيل، وده حسب الخطة اللي كان يعني طرحها ترامب، بأن هي دي البداية لإجراء سلام حقيقي في منطقة الشرق الأوسط. لكن أنا بعتقد أنه فكرة أنه يتكلم على ضم الأراضي ويقنع إسرائيل بعدم الضم أو تأخير هذه الخطوة أو اتخاذها بالخطوة، النتيجة في الآخر واحدة، وهي فكرة أنه لن تمنع أمريكا القرار الإسرائيلي بالضم، لأنه ده بيبقى زي كده برنامج حكومي ونوع من أنواع الدعاية الانتخابية للفريق اللي فاز ومحاولة استرضاء الشارع
الإسرائيلي مع وجود يعني خطة إسرائيلية حقيقية للاستمرار في التوغل واحتلال الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي وإقليمي وعالمي وعربي إزاء هذه الخطوات. حتى الخطوات اللي بيتم اتخاذها لم تكن في التصعيد بشكل جيد، يعني حتى رفض السلطة الفلسطينية ل يعني اتفاقيه المرحله اللي هي خطه السلام او صفقه القرب لم يكن رفضا قاطعا الا في حدود الاضرار بالجانب الفلسطيني قبل ما يكون اضرار بالجانب الاسرائيلي، لان كده كده اسرائيل لا يهمهاش ان يكون في تنسيق بينها وبين فلسطين او بين السلطه الفلسطينيه سواء في الامن او في غيره، وما يهمهاش ان تكون في علاقات مقطوعه بينها وبين السلطه الفلسطينيه. بالعكس انت دايما يعني للاسف الشديد، وده طبيعه المحتل، دايما انت اللي بتحتاج له، يعني السلطه الفلسطينيه دايما هي اللي بتحتاج له، حتى فرض الضرائب او حتى تحويل الضرائب او حتى تحويل الاموال للسلطه الفلسطينيه لاستمرارها في تاديه عملها للمواطنين من جانب اسرائيل وليس من جانب السلطه الفلسطينيه. وبالتالي انا شايف انه فكره انه مومبيو رايح في المقام الاول علشان يركز على فكره تاخير ضم الاراضي او التحذير من ضم الاراضي او ارسال رساله لاسرائيل بانه الاداره الامريكيه غير موافقه ان هو ياخذ خطوه احاديه بعيدا عن خطه السلام، انا اعتقد انها ليست، ولكن هناك تصريح بانه يعني الولايات المتحده لن تلتزم باي جدول زمني لتضع اسرائيل لاجراءات الضم، يعني ماذا يعني هذا التصريح؟ هو راح هو هي الفكره انه يعني انت لو قمت بالخطوه الاتحاديه دي الحاديه الجانب دي احنا حاطين لك خطه، الخطة دي بتقول ان انت هتحصل على مجموعة من الاراضي مقابل ان انت هتسيب برضو مجموعة من الاراضي مقابل ان القدس الشرقية هي عاصمة اسرائيل والمحاولات القدس الموحدة لاسرائيل بحكم الخطة اللي وضعتها هي صفقة القرن دي. لكن هل الجانب الاسرائيلي يعني منذ خروج هذه الخطة من ادراج الادارة الامريكية واعلان الرئيس الامريكي بحضور نتنياهو في واشنطن لهذه الخطة في يناير الماضي او قبل ذلك، هل ده كان مؤشر حقيقي لحلحله عمليه السلام في منطقه الشرق الاوسط؟ بالتاكيد لا. هل ده كان بدايه حقيقيه لدخول في عمليه السلام جديده؟ بالتاكيد لا، لان كل الاطراف المعنيه بعمليه السلام سحبه الموضوع وترك الموضوع للاداره الامريكيه والاداره الاسرائيليه والاداره الفلسطينيه التي لم تمتلك قرار نفسها حتى اللحظه، وده نتيجه طبيعيه لوجود المحتل. لكن هي الفكره الرئيسيه بانه رفض السلطه الفلسطينيه لوجود الوسيط الامريكي بحكم ان هو غير عادل ومنحاز دائما للقرار الاسرائيلي، فتركت العمليه في اطار التصريحات وفي اطار المواقف الدوليه. يمكن الرئيس ابو مازن بعد الاعلان عن هذه الخطه خرج في جوله للعالم وبدا يوصل لهم، لكن للاسف لم يتحرك العالم بشكل جادي نحو الرفض الاسرائيلي الرفض الفلسطيني. وبالتالي انا شايف ان ده كله هو مجرد تضييع وقت ومجرد كسب تأييد اكتر للخطه اللي وضعتها امريكا لعمليه السلام مع عدم التزام اسرائيل بيها، يعني برضه لازم نبقى واضحين. هو الحقيقه اعتبر بومبيو خلال المؤتمر الصحفي مع بنيامين نتنياهو الذي سبق اجراء المحادثات ان تشكيل حكومه ما بين ائتلافيه ما بين نتنياهو وغانس هو فرصه للسلام على اساس خطه ترامب. إذا هذه الحكومة بهذه التشكيلة هي يعني نقدر نقول إن هي اللي هتنفذ خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط. مين هينفذ الخطة؟ هتنفذها بناء على إيه؟ ما هو الطرف الآخر اللي في الخطة رافضها ولا يجري مباحثات بشأنها. هو هيلزموا بيه؟ يعني هم بالشكل ده هم هيلزموا الطرف الفلسطيني؟ هو كده لازم بكل بفرض الرأي موجود وفرض السيطرة موجود وفرض السيادة موجود، ما فيش مجال للمحاورات، المسألة مقفولة، ويمكن نتيجة الظروف اللي حصلت أزمة كورونا وغير ذلك الموضوع يعني طوارئ. وإحنا عارفين طبعا أنه منذ عام 2011 والقضية الفلسطينية بتتهاوى بشكل أو بآخر في المشهد الدولي والعربي نتيجة للأزمات اللي كانت موجودة سواء ما سمي بالربيع العربي أو ما سمي بالحروب الجيل الرابع أو ما سمي بالإرهاب الدولي أو كل المسميات دي كلها أدت إلى بشكل أو بآخر أن القضية الفلسطينية تهاوت وبدأت لا يوجد لها وسيط ولا يوجد لها متحدث غير مصر بتتحدث باسم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. ده شيء طبيعي وجادي بحكم العلاقات التاريخية وبحكم ان احنا اخذنا على عاتقنا منذ اللحظات الاولى القضية الفلسطينية وبنتكلم فيها انه لا يوجد حل عادل للقضية الفلسطينية الا من خلال مبادرة السلام اللي طرحتها المملكة العربية السعودية وافقوا عليها الاجماع العربي من خلال الجامعة العربية وايضا من خلال
ما تم الاتفاق عليه في الأمم المتحدة حدود 67 وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي أنا أعتقد أن كل هذه المحاولات لن تفدي نفعا مع الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية سواء مع نتنياهو سواء مع جينت مع باراك أوباما مع غيره مع غير زي أسف يعني مع يهود باراك مع كل الوزراء اللي جم خلال الفترة الأخيرة في إسرائيل لن يصلوا بعد إلى فكرة حلحلة عملية السلام والدخول في مفاوضات دافئة تؤدي في النهاية إلى سلام حقيقي لمنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي كل هذه الإجراءات وكل هذه الزيارات وكل هذه الأطروحات ما هي إلا وسائل للضغط على السلطة الفلسطينية ووسائل مزيد لتضييع الوقت للحصول على أراضي أكثر للجانب الإسرائيلي الذي لم يلتزم بما تم طرحه من خلال الإدارة الأمريكية وفي حضوره وساعتها أيد كل هذه البنود وقال ان هو على استعداد ان هو ينفذها اذا ما التزم بها الجانب الفلسطيني. الجانب الفلسطيني لم يعد يعني يشغلوا بالا بهذا الامر وترك الامر للاداره الامريكيه والضمير العربي والضمير الدولي. واعتقد انه في الاخر الجانب الاسرائيلي هو اللي اخترق كما كعادته هذه الاتفاق البنود او هذه الخطه وبدا يحاول ان هو يكسب اصوات داخل الجانب الاسرائيلي من خلال الحديث عن مزيد من المستوطنات. ولكن دعنا نتحدث عن أصوات أخرى داخل المجتمع الإسرائيلي ومن ضمنها يعني جنرالات متقاعدين ومنهم من كان في الموساد أو المخابرات العسكرية الإسرائيلية تحدثوا عن خطورة ضم المستوطنات أو أراضي المستوطنات أو أراضي في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها لأن ده هيجعل الفلسطينيين أو الطرف المفاوض في الفلسطينيين يتنحى جانبا عن هذا الملف ويترك الأمر إلى حماس وغيرها من الجماعات الجهادية أو خلافه. هناك تحذيرات شديدة من إساءة للعلاقات مع دول الجوار ومنها الأردن مثلا الإقدام على مثل هذه الخطوة، وبالتالي طلبوا من بنيامين نتنياهو إرجاء هذه الخطوة لفترة حتى يعني يكون الظرف مواتي أكتر. شوف حضرتك من على مدار العام الماضي أجريت في إسرائيل 3 انتخابات والعامل المشترك في هذه الانتخابات هو مين اللي هيجيب مكاسب أكتر للجانب الإسرائيلي من خلال الأراضي الفلسطينية، والعامل المشترك هو دماء الفلسطينيين، والعامل المشترك هو استمرار الانتهاكات الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، والعامل المشترك هو المزيد من الضغط على السلطة الفلسطينية وإرقاعها للمجتمع الإسرائيلي، والعامل المشترك هو الصمت الدولي إزاء كل هذه الانتهاكات. وبالتالي أنا أعتقد أنه أصوات داخل إسرائيل تتحدث عن أن هذا خطر وتحذير من هنا أو من هناك لن يؤدي إلى نتائج على أرض الواقع، بل بالعكس أنا بشوفها أنه نوع من أنواع تبادل الأدوار. هم لو كانوا في السلطة الجنرالات دي كانوا هم اللي هيقوموا بهذه الإجراءات وبينفذوها، لكن أنا أعتقد أنه استمرار التوغل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ومزيد من المستوطنات والعمل على عدم الالتزام بخطة ترامب وما أطلق على صفقة القرن مع استمرار أيضا السلطة الفلسطينية في الرفض القاطع لإجراء مفاوضات أو الدخول في مفاوضات أو حلحلة الوضع لإجراء مفاوضات حقيقية حتى لو لم تكن أمريكا فقط هي الطرف الموجود، هناك أطراف دولية أخرى على استعداد أن هي تدخل في مفاوضات. وأعتقد أن الجانب الأمريكي لن يرفض والجانب الإسرائيلي لن يرفض، على سبيل المثال أنه كان هناك مناوشات بأنه الجانب الروسي ممكن يتدخل لإجراء مزيد من المفاوضات للتوافق على خطة ترامب برضو مع وجود بعض التنازلات أو بعض الالتزامات هنا أو هناك. طب اسمح لنا أن نتحول إلى الولايات المتحدة وبالتحديد نيويورك والأستاذ أحمد محارم المحلل السياسي. برحب بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. يعني بداية، هل بترى هناك ملفات خفية تطرح من خلال زيارة بومبيو لإسرائيل في هذا التوقيت في ظل جائحة كورونا، أم أن الملفات هي ما تم الإعلان عنه ومدرج في الأجندة الإعلامية على مستوى العالم؟ بالتأكيد طبعا ما هو معلن لا خلاف عليه، لكن الأهم هو ما هو غير معلن. نعم، أنا أعتقد أن ما هو غير معلن أن في الداخل الأمريكي الرئيس الأمريكي في موقف حرج على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي أسهمه ليست كما كانت، ونتائج الاستطلاعات تقول أنه
الشعب الامريكي غير راضي عن اداء الحكومه وعن اداء الرئيس شخصيا، وان هو الملف بتاع كورونا او مساله كورونا لم يعيرها الاهتمام الكافي، وبالتالي عدد الوفيات وعدد الاصابات اللي في امريكا، فحتى الدوله اللي حصل فيها الاصابه الاولى وهي الصين، بل حتى في العالم درجه ان ثلث الاصابات اللي في العالم لم يكن اكثر في امريكا، وعدد الوفيات تجاوز 80 ألف ومرشح انه يزيد عن 100 ألف، وخرج على المستوى التشكيلي وفي قلق على مستوى الانتخابات، وبالتالي هم في حيره بالضبط ازاي يقدروا يهندلوا الموضوع. الناحيه الثانيه ان على المستوى العالمي ان امريكا فقد برضه مصداقيه كبيره جدا، ان بينما العالم كله بيحاول انه يتكاتف ويتعاون في مثل هذه الجائحه اللي اصابت الكره الارضيه كلها، نجد ان التصرفات الامريكيه خرجت عن السياق المنطقي انه يتعارك مع الصين ويرمي عليها المسؤوليه، يتعارك مع منظمه الصحه العالميه ويسحب الفند بتاعه اللي هو بيمثل 15% من تمويل المنظمه. تمويل المنظمه، وبالتالي في حرج على المستوى الدولي بتستغل بعض الاطراف الاقليميه والدوليه انها تسيء بقدر الامكان للدور الامريكي، وده بيؤكد فعلا ان بعد ازمه كورونا هيكون في اعاده توزيع الادوار العالميه. فالحقيقه على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي امريكا حيص بيص. نقدر نقول موضوع الانتخابات، موضوع الانتخابات ما بين الناس تتاجل بدايه نوفمبر الجاي او ما تتاجلش او يتم التعامل معها بشكل يتناسب مع ازمه كورونا والجائحه، فاكيد برضه هم بيعولوا على اللوب الصهيوني او على اصوات اليهود في الداخل الامريكي، والدعم يمكن طول عمر اليهود كانوا بيدوه لاي رئيس ينتخب او بيجدد انتخابه. فممكن تكون النقاط دي هي النقاط الخفيه اللي مش معلن عنها، ونتمنى ان يعني تعود الامور الى الشكل الطبيعي وان تعاود الاداره الامريكيه مراجعه المواقف، لان الحقيقه في الاربع سنين اللي فاتوا امريكا ليست امريكا اللي على المستوى الداخل ولا على المستوى الخارجي. نعم. طب أستاذ أحمد، يعني بحديث حضرتك عن يعني دعم اللوبي اليهودي للمرشح الأمريكي، وبالتالي تأتي هذه الزيارة لجلب الدعم من هذا اللوبي في الانتخابات القادمة للرئيس ترامب لموقفه الحرج كما يعني يتردد في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن يعني ماذا تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل من خلال هذه الزيارة لم يكن مقدما من قبل لإسرائيل حتى يحظى ترامب بهذا الدعم من قبل اللوبي اليهودي؟ طبعا اللي تقدم قبل كده كتير، نقل السفارة، موضوع كمان الجولان لها عطف كده كهدية للجانب الإسرائيلي، إنما القادم طبعا حاليا التمدد الاستيطاني نتنياهو وحكومة إسرائيل بتحاول تستغل الزحمة واللخمة اللي العالم كله ملكوم فيها، وإن هم يبنوا مزيد من المستوطنات وكأن الدنيا ما حدش حاسس فيهم. أنا أعتقد برضو إنه في الأيام القادمة ستكتشف عن إن هناك مطالب كثيرة جدا، مطالب كثيرة جدا لا يمكن الكشف عنها الآن إنها في صدر كتمان أو في ضوء كتمان، إن الجانب الإسرائيلي دايما يطمع بينما يكون الطرف الاخر اللي هو المفروض الطرف القوي امريكا، حاليا الطرف القوي هو الطرف الضعيف. نعم. اللي محتاج للدعم الاسرائيلي. وبالتالي يو نيفر نو، ممكن من يوم للتاني هنقدر نعرف بالضبط ايه هو كشف الحساب بتاعهم، ايه اللي هم عايزينه، وننتظر حتى نرى. نعم. الجانب الاسرائيلي على طول يستغل الفرص. نعم، اشكرك الاستاذ احمد محارم المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، شكرا جزيلا لك. يعني أستاذ خالد، يعني حديث أستاذ أحمد تطرق إلى ملف الانتخابات الأمريكية، وإن هذه الزيارة هو بيسعى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على دعم إسرائيلي له في الانتخابات، بعد يعني الوضع الذي كما صوره أستاذ أحمد الولايات المتحدة يعني ليست
كما هي كانت خلال الأعوام الأربعة الماضية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. هو بيرى أن الرئيس ترامب في موقف حرج لسوء إدارة ملف كورونا، وبالتالي هو في حاجة إلى دعم اللوبي اليهودي في هذه الانتخابات. ده يمكن ملخص ما جاء فيما يخص هذا الشأن. تعليق حضرتك، هل بترى أن ترامب بيستغل العلاقة مع إسرائيل لدعم موقفه في هذه الانتخابات فعلا، أم أن يعني الأمور مختلفة عن ذلك؟ لا، هو يعني بشكل او باخر مش بنفس القوه في الملف ده. يعني هو يمكن طرح او ممكن يكون كان على طاوله المباحثات، لكن مش بنيامين نتنياهو ولا الرئيس الاسرائيلي هم دولت اللي هيجيبوا الدعم اللوبي اليهودي في الجانب الامريكي. يعني مش هو ده المشهد، المشهد من خلال الاداره الامريكيه ومن خلال العلاقات داخل اللوبي اليهودي في امريكا نفسها وليس في اسرائيل. واسرائيل جزء من هذا الفكر وهذا الموضوع وهذا المحور، لكن ليس بنفس القوه. او ممكن يكون طرح هذا الامر بانه يستغل العلاقات مع اسرائيل او مع نتنياهو او مع الحكومه الاسرائيليه الجديده بان هي تكسب دعم المزيد من الدعم للرئيس الامريكي خلال الانتخابات القادمه. انا اعتقد انه الامور في، لا يعني عفوا، يعني اسرائيل ليس لها علاقه باللوبي اليهودي الموجود في الولايات المتحده. مش بنفس القوه ان وزير الخارجيه هيجي لاسرائيل ويتكلم معاهم ان هم يكتبوا لهم دعم في الداخل الامريكي. يعني هو ممكن يكونوا طرف، لكن مش بنفس القوه. وفي نفس الوقت لسه الموضوع، يعني لسه الانتخابات لم يعني يشهد لها انها هتجرى ولا لا في ظل هذه الظروف، ولسه الامور ما وضحتش مين المنافس القوي مع جون بايدن، يعني مع ترامب جون بايدن. لكن ما حدش يقدر يوضح الخريطه السياسيه او الخريطه الانتخابيه للجانب الامريكي في هذا التوقيت. يعني احنا لسه قدامنا على حد شهر 11 ولسه ما حدش عارف الظروف اللي جايه ايه. ولكن يعني استاذ احمد محارم، يعني الفت الى ان سوء اداره او تعامل اداره ترامب مع ملف كورونا، لا مع ملف كورونا تحديدا وحجم الاصابات وحجم الوفيات، يعني يهدد ولايه ثانيه لترامب. حضرتك يا فندم، رئيس الوزراء البريطاني نفسه اصيب بهذا المرض، هل ده سوء اداره منه لوحده؟ لا، هي دي كانت ازمه عالميه وعلى مستوى العالم. ممكن تكون أمريكا دخلت في منعطف خطير جدا فيها نتيجة لسوء التعامل مع البداية، لكن ده مش معناه أنه تتحمل المسؤولية الإدارة الموجودة. وعلى مستوى العالم كل في روسيا نفسها، يعني أقرب الأقربين للرئيس بوتين تم إصابته ورئيس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم الكرملين. يعني المسألة مش بهذا وروسيا يمكن كانت بعيدة عن خطر في أزمة كورونا، وفجأة بقت هتدخل في الدول اللي بتنافس على ان تكون في المركز الاول في عدد الاصابات وعدد الوفيات. وايطاليا نفس القصه، وتركيا نفس الامر، واسبانيا وكوريا الجنوبيه. يعني المشهد لا يخص دوله بعينها ولا اداره بعينها. ولكن هو ألفت ايضا الى قضيه اخرى، وهي قضيه التكاتف العالمي اللي موجود لمواجهه هذه الجائحه. بنجد الولايات المتحده بتغرد خارج السرب وانها بتهاجم الصين وتلقي بالتبع على الصين، بتهاجم منظمه الصحه العالميه. يعني اخفاقات داخليه وخارجيه على حد وصف. هي دي بقى المرحله اللي هتبقى فيها كلام، انه هل الاداره الامريكيه تمتلك من المعلومات الاستخباراتية الدقيقة اللي تؤكد أن هذا الوباء كان بفعل فعل؟ هو ده السؤال. إذا لم يعني إذا كان يعني حتى امبارح بومبيو خلال المؤتمر الصحفي كان بيشير لهذا الأمر، ويمكن نتنياهو قطعه وقال له يعني ليس هذا بالقوة، بمعناه يعني أنه مش الاتهام للصين مش بنفس الجودة أو نفس القوة. احنا لا نمتلك دليل على هذا الأمر، ومفيش حتى لحد اللحظة حد جزم بانه ده خارج من عمل بشري والصين تتحمل. والحقيقه الولايات المتحده لم تقدم اي دليل على ما تردده من اتهام بحق الصين. ما انا بقول لحضرتك حتى اللحظه، وهو نفسه ترامب بيتكلم بانه بيقول انه الفتره القادمه انا هخرج الدلائل. بومبيو بيقول احنا لا نمتلك الدليل، وهو حتى لو ما خرجش دليل في هذا التوقيت او ما كانش عنده دليل بمعنى اصح ولم يصدق في كلامه، هو هيستغل الموضوع بحد بشكل او باخر سياسيا في اطار ان هو عنده معلومات انه الصين تاخرت في ابلاغ الاستخبارات الامريكيه بهذا الوباء مثلا، وده اللي ادى لتفاقم الوضع في امريكا. يعني هو بيتكلم بيقول انه لو كان في تنسيق وتوافق وتفاهم وتبادل استخباراتي ما بين الصين وبين امريكا بشكل جيد بهذا الامر بالذات، كان ممكن ان احنا يعني قللنا المخاطر الموجوده على مستوى العالم. وده يعني برضو يمكن ترامب نفسه يعني بيغلط نفسه فيه. اذا كان انت نفسك
على خلاف قوي مع الإدارة الصينية، وبتقوم بفرض عقوبات عليها، وبتعمل عملية شد وجذب في العلاقة اللي بينهم لاستغلال ولكن هناك يعني من خلال هذه الزيارة هناك تحذير لإسرائيل من الصين، يعني على لسان بومبيو بيقول يجب على الإسرائيليين والعالم أن يحذروا من الصينيين، وأي استثمار صيني سيتسبب في تسريب المعلومات وسيقوي الحزب الشيوعي الصيني. هو ده اللي بتلعب بيه عليه الإدارة الأمريكية دلوقتي، إن هي فكرة تخويف العالم من الصين واستمرار اتهامها بأنها هي وراء هذه الجائحة، وأن كل الخسائر التي مني بها العالم لابد أن تدفعها الصين. ده محاولات الإدارة الأمريكية، ودي سيطرت الفكر دلوقتي على كل ما يحيط بترامب. هل سينجح ترامب في هذا الأمر ويستغل هذا الأمر في أنه يقنع العالم بالفعل ولديه الدلائل بأن الصين هي سبب الجائحة، أم سيكتشف أنه ترامب بيحاول يعني تزييف الواقع والوصول إلى نتائج عكسية بعيد عن الوضع اللي هو فيه مجرد تصدير أزمته للخارج؟ كل ده هل بترى أستاذ خالد أن إقدام الولايات المتحدة على الهجوم على الصين هو تخوف من التقارب الصيني الإسرائيلي بهذا الشكل؟ هناك نوع من التقارب بترفضه الولايات المتحدة وتخشاه، وبالتالي هي بتقدم على خطوة مهاجمة الصين على أرض أخرى إسرائيل بأنها بتقدم هذا التحذير ليس من الداخل الأمريكي ولكن من داخل إسرائيل. هو إيه؟ هو بين العلاقات اللي بين إسرائيل والصين مش علاقات اللي هي يعني تخوف، هي ولكنها مرجحة للزيادة، وأنا أعتقد أنه كلها استغلالات للمواقف ومجرد يعني مصالح. يعني هي الصين بتعمل إيه في إسرائيل؟ بتبني مجموعة من المواني وبتعمل لهم سكة حديد من خلال استثمارات موجودة ومن خلال توفر قروض وغير ذلك من الأمور. وبالتالي أنا أعتقد أن العلاقات في المقام الأول مش بالقوة اللي هي الاستخباراتية مثلا، ولكنه يخشى من الاستثمار الصيني في إسرائيل. وإسرائيل مش هتروح تجري ورا الصين بالطريقة دي، أو تحاول أن هي تترك الإدارة الأمريكية أو تتخف من علاقتها مع الإدارة الأمريكية مقابل أنها تقويها مع الصين. لا، مش هي دي المعادلة. المعادلة بعيدة عن الموضوع ده خالص، لأنه طبعا معروف الأب الروحي والعلاقات الجيدة والقوية والجزء اللي من أمريكا والجزء من إسرائيل غير ده، العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وتفضل على مدى الطويل. طب إيه سيؤدي إلى تسريب المعلومات؟ أي نوعية من المعلومات اللي تخشاها الولايات المتحدة أن تتسرب إلى الصين عبر إسرائيل؟ هو شايف أنه لو دخلت إسرائيل مع الصين في علاقات قوية وبقى في شركات صينية موجودة على الأراضي الإسرائيلية، ممكن بشكل أو بآخر تجمع معلومات عن الأمن القومي الإسرائيلي، عن الأمن القومي الأمريكي، عن تبادل المعلومات ما بين أمريكا وإسرائيل في المنطقة، هيستغلها الجانب الصيني في علاقاته مع دول أخرى. كلها مجرد تخويفات. هو طبعا ده وارد أنه يحصل، لكن مش بنفس القوة. هو عايز بس يحط الإدارة الصينية في 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 محك إنه هنا مش هخليك تنجح في علاقاتك الدولية مع الآخر، وأنا يعني هحاول أنا أقصر لك كل محاولات اللي أنت تكون مستثمر قوي وجيد، وإن أنت تستثمر وتعيد استثماراتك وتعمل عملية الأزمة الاقتصادية اللي موجودة في الصين في الخارج. أنا مش هوديك السكة ديت، ومش هنجحك في الإدارة دي، ومش هخليك تبقى علاقات قوية حتى بحلفائي. وده في العلاقات الدولية هو ده شيء طبيعي، إن هو مين هيقدر يكسر علاقات ده مع ده، ومين يقدر يقوي علاقاته مع الآخر على حساب طرف ثالث. يعني ده العلاقات الدولية بتقول الكلام ده. وفي نفس الوقت والأهم من ده كله، إنه الإدارة الإسرائيلية مش بنفس الفكرة إن هي تجري وراء العلاقات الصينية على حساب العلاقات الأمريكية. والأهم برضو من ده كله إنه أمريكا وأن الصين عارفة يعني جيدا إنه إسرائيل مش هتسيب الإدارة الأمريكية مقابل علاقات قوية مع الصين. لكن هو الفكرة كلها ممكن يكون بومبيو حاول يصدر المشهد كله خلال هذه الزيارة في الملف دوت، ملف الصين وملف كورونا وملف إيران وملف أراضي الضم الأراضي، لتحقيق مآرب أخرى. وده شيء وارد، لأنه لو حتى في تحذير للجانب الإسرائيلي بعلاقات قوية مع الصين كان ممكن يتم التباحث فيها، كان ممكن يعني العمل على أنه ما يكونش في مسؤول كبير زي بومبيو وهو اللي يذهب في هذه الظروف إلى الأراضي الإسرائيلية. وبالتالي أنا شايف أنه في شيء ما مخفي حتى اللحظة في هذه الزيارة، وأنه الموضوع مش مرتبط بفكرة
الازمات اللي طرحت الاربعه الملفات الاربعه اللي هم طرحوا، وانه في شيء في الخفا، وانه الاداره الامريكيه تسعى لتصدير مشهد معين في منطقه الشرق الاوسط للقيام باجراءات اخرى او امور اخرى. لكن ده كله مش هيظهر حاليا، ونتائجه مش تبقى موجوده دلوقتي نتيجه للظروف الموجوده. مفيش حد عالم سياسي بيتحرك. نعم. يعني انت لو حضرتك تلاحظي على مدار الشهرين اللي فات دولت مفيش عالم سياسي ما هو بيتحرك. الاستاذ احمد محارم ايضا لفت الى انشغال العالم بجائحه كورونا والشان الداخلي والازمه جعل اسرائيل الان تتعامل وكان لا احد يراها، وبالتالي هي يعني تسعى الى تحقيق مكاسب على الارض جزئيا تستفيد منها لاحقا في مراحل اخرى. ده في مساله ضم الاراضي. ده شأن داخلي برضه، مش شأن خارجي. يعني هي إسرائيل بتسعى دلوقتي إنه انشغال الجانب الفلسطيني والجانب العربي والمحيط الإقليمي والمحيط العربي بالأزمات في كورونا، بإن هو يبدأ يحقق مكاسب على الأرض من خلال مزيد من ضم الأراضي، من خلال تشكيل حكومة إسرائيلية يكون ليها خطط استعمارية أكتر وخطط استيطانية أكتر، ويسعى بشكل أو بآخر إن هو يفرض سيطرته على الجانب الفلسطيني. أنا أعتقد أنه استمرار هذا المشهد بهذا التعقيد واستمرار عملية السلام في هذا المنعطف سيؤدي نتائج وخيمة على المنطقة بأسرها. وأنا أعتقد أنه أيضا المساعي العربية وخصوصا المساعي المصرية اللي عمل على حلحلة وإقناع الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي بضرورة الجلوس والتفاوض من أجل الوصول إلى نتائج جيدة والعمل على حلحلة هذه القضية أو هذه الأزمة المطروحة على مستوى العالم، والتحذير المستمر والقادم دائما وابدا من مصر للجانب الاسرائيلي بانه استمرار هذا الملف في هذا المنعطف هيؤدي الى مزيد من العمليات الارهابيه. نعم. سواء داخل اسرائيل او خارج اسرائيل، ومزيد من تغذيه التيارات المتشدده والارهابيه لاستغلال القضيه الفلسطينيه لمزيد من العمليات الارهابيه على المستوى العالمي. وبالتالي انا اعتقد انه بعد ان تنتهي ازمه كورونا ويعود العالم مره اخرى ب يعني عمله السياسي وتشكيل تحالفات جديده في المشهد الدولي نتيجه الظروف المحيطه، انا اعتقد انه هتكون من اولويات القضايا السياسية الموجودة هي القضية الفلسطينية، وهي دائما كانت في صدارة في المشهد العربي وقضية العرب جميعا. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء الأستاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، إلى اللقاء.